الرئيس السيسي يدعو للتكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط. الحكومة اللبنانية تبحث أحداث العنف ببيروت وتؤكد حرصها على عدم التدخل في أعمال القضاء. والعراق يعلن اكتمال العد والفرز اليدوي في الانتخابات البرلمانية بجميع المحطات. الثالثة عصرا في القاهرة على واحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتي حضراتكم من إكسترا نيوز من القاهرة. أهلا بكم، بداية هذه النشرة مع إنجي طاهر. لك إنجي. أهلا بك آية، أهلا بكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي الجميع إلى التكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط عليها. وخلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل للمناطق الغير آمنة، شدد الرئيس على مسؤولية ووعي المواطن باعتباره أهم عنصر لإنهاء ملف البناء غير المخطط على الأراضي الزراعية. اللي أنا بقوله هنا لما بجمع الصورة دي لكم، اوعى يكون الموضوع ده يفتكر إن يبقى اهتمام الحكومة بس أو اهتمامي أنا بس. يا جماعة، أنتوا بتسيبوا الأرض الغالية قوي دي تضيعوها بالطريقة ديت كده، وتسيبوا صحراء مفتوحة جدا، مصر مساحتها كصحراء أكتر من 90% من أرضها، ورايحين تبنوا على الأرض اللي أنتوا هتشتغلوا وتعيشوا عليها، بغض النظر بقى إن هي في مجرى سيل أو مش في مجرى سيل. أنا اللي يهمني هنا أنا أسيب الأرض دي أشتغل عليها وأسكن في الـ في الـ في الـ في الأرض الناشفة اللي هي اللي مش دي، هنا الترع وصل لها والمصارف وصل لها والمية بتروح لها بالراحة، لا عايزة محطات رفع ولا عايز أي حاجة. القضية دي قضيتنا كلنا. وبالمناسبة وانتوا جايين على، أنا جاي على الدائري، جاي على الدائري، حجم المباني اللي موجود هايل، ضخم جدا، وكلها طبعا بشكل غير مخطط وغير صحي للناس. طب هنقول بقى ان ده كان سببه الدولة ولا الناس ولا النمو السكاني ولا كل ده على بعضه، قولوا زي ما انتم عايزين، لكن انتم لازم تتوقفوا قدام النقاط ديت، لان احنا مش هنقدر نعالج ده كله الا بيكم، بالناس، بالمصريين، بفهمهم للي انا بقوله ده. هتلاقي نفسك انت تقول لي انا عايز ابني هنا جنب ارضي، طب ما هو اللي جنبك نفس الكلام، واللي جنبك واللي جنبك واللي جنبك، فانت بتاكل في ارضك اللي هي الارض الخضراء اللي بتطلع انتاج واللي بتجيب فلوس ليك ولغيرك. وطلب الرئيس السيسي بالاستفادة من الأراضي التابعة للحكومة أو المحافظات أو الوزارات لإقامة مشروعات سواء خدمية أو مناطق حرفية لتوفير مزيد من فرص العمل. ونوه الرئيس بأنه تتم معالجة أوضاع سابقة ما يتطلب تضافر كل الجهود. ده فين يا فندم هيتعمل؟ ده في الريف. هيتعمل الكلام ده فين؟ اللي انتوا شايفينه ده فين؟ شقة كده في الريف. يبقى المواطن اللي يعيش هنا وولادنا الصغيرين البنات والولاد اللي هيعيشوا هنا، تفتكروا يبقى المستوى عامل ازاي؟ هقول لكم كلمة صعبة، مش عايزين تحلموا ليه؟ مش عايزين تحلموا لبلدكم ليه؟ مش عايزين تحلموا لنفسكم ليه؟ ليه راضيين بقلب طوب تحطوه وخلاص؟ وراح يقول لك ظروفنا كده. طب ما انا هنقدر نغير ظروفنا، نقدر، بدليل ان احنا بنقول لو النهارده دخلت على قريه فيها 100 بيت معمولين دور واحد هقدر اخليهم كده، والحذار بتاعتهم قدامها بالطريقه كده، هقدر اعمل ده. فهتساعدونا عشان احنا نعمل اللي انتوا شايفينه ده. بالمناسبة في الدلتا الجديدة وفي سينا كده ليه؟ لان انا اللي بعمله، فخلاص بقى بخطط تخطيط على بعضه متكامل، فبقى بنشئ حياة متكاملة في كل شيء.
المساكن والمدارس والمساجد والكنائس وكل الخدمات المطلوبة للمكان. لكن احنا بنعالج أوضاع كانت سابقة، بنعالج أوضاع سابقة مش هتتعالج إلا أن احنا كلنا نبقى مع بعض تتضافر جهودنا عشان نغير حياتنا وعشان نحقق حلمنا. مش عايزين تحلموا معايا ليه بس؟ هذا وقال الرئيس السيسي إن الحكومة تتفاوض منذ 3 سنوات مع شركات النظافة للتعامل مع مشكلة المخلفات بصورة عامة وشاملة، مشيرا إلى أن الدولة تعول على وعي المواطن وتعاونه في ملف إزالة المخلفات. احنا دلوقتي بقالنا 3 سنين يا دكتور مصطفى بنتفاوض على شركات النظافة تقريبا يعني، واتفقنا وكده. أنا بقول لكم عشان تعرفوا، بقول لكم عشان تعرفوا، وبستغل فرص ان احنا نكون موجودين مع بعضنا بنعرض حاجه من كده. تقول يعني ده احنا فرحانين قوي وكده، ايوه انا عايز اكمل الفرح، والله عايز اكملها. عايز اكملها ايه؟ ان ما يبقاش عندنا حاجه مش كويسه، لكن مش عشان اضايقكم واضايق نفسي واضايق الحكومه. لما جينا نتكلم مع الشركات وجت التنميه المحليه من 3 سنين والبيئه تعرض عليا المشروع الموضوع مع الدكتور مصطفى، لقينا ان حجم ومحدش يفهمني غلط. من فضلكم ما تفهمونيش غلط، انا لما بتناول معاكم مساله بتناولها عشان نفهمها. انت بتقولها كلمه في الجورنان او في على مواقع التواصل قضيه، لكن انت لازم تكون عارف حجم القضيه ديت قد ايه وازاي نعالجها. طب انا هقول لكم، احنا حجم اللي بنجمعه من مصر، ولا انا والدكتور مصطفى يصلح لي، بنجمع من مصر للنظافه 800 مليون، صح كده؟ مش كده؟ طيب يعني كل الناس في مصر، كل الشقق، كل المحلات، كل ده بنجمع فيه 800 مليون جنيه. طيب القاهره لوحدها لحي غرب وشرق، مش كده؟ حي غرب وشرق، لما جينا نتكلم مع الشركات صدقوني انا مش عايز اقول الرقم عشان يعني ايه ما تستغربوش، لحي غرب وشرق، مش كل القاهره، مش كل القاهره، يعني القاهره كلها ممكن يبقى الـ 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 التكلفه ممكن توصل مثلا ل2-2.5 مليار لو شئنا ان احنا نسميها، لو احنا حبينا نعمل ده. هذا وأكد الرئيس السيسي أن الدولة جادة في توفير السكن للمواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بمشروعات سكنية متكاملة. لما احنا قلنا عشان نخلي الناس ما تقربش من الأراضي الزراعية، ما قلناش ما تقربش وبس، احنا قلنا هنطرح في عواصم المحافظات في الأراضي المتاحة جوه المحافظة، سواء كانت الأراضي دي بتاعت الدولة أو بتاعت وزارات زي قطاع الأعمال أو غيره، ما بقاش تصلح إنها ينفع تبقى في وسط الكتلة السكانية بالطريقة ديت، قلنا هناخد الأراضي ديت نبنيها عشان نتاحها للمواطنين، عشان ما أقولوش إيه ما تبنيش وأنا ما بوفرش بديل. فإحنا كنا الخطة 500,000 وحدة، اللي الوهاب بيتكلم عليهم بيتكلم على 108,000 اللي إحنا شغالين فيهم دلوقتي. وكل ما تتوفر أراضي سواء كان المحافظة توفرها أو غيره، هنقدر نعمل الخطة اللي احنا بنتكلم عليها دي على مستوى الدولة بالكامل. خلي بالكم لو انتوا قلتوا 500,000 وحدة، طب بكام دول؟ لو احنا بنتكلم على الوحدة ب 500,000 جنيه حتى يا دكتور مصطفى، مش كده؟ يعني كام؟ يعني 125 مليار، مش كده؟ 125 مليار، 125 مليار جنيه. المليون هيكلفه 500 مليار جنيه. احنا ما بنتكلمش ابدا في الموضوع، مش اقتصادي خالص، انما احنا بنحاول نحل بجد القضيه اللي احنا بنتكلم فيها. واللي بيعرضوا اللي هو هنا حاجه تانية، بيعرض اسكان 3-4 ادوار قدام منه، انا اسف يعني برضو الحظاير اللي احنا قلنا هنخلي قدام كل بيت حجم حظاير لكل شقة، اللي عايز يعني يربي
حاجة، احنا مدين لك مكان مع شقتك تعمل فيه الكلام ده كله. بقول الكلام ده عشان ايه؟ عشان تعرفوا ان احنا جادين في ان احنا نوفر للناس. وبرضو هقول الحاجة اللي بعملها حاجة متكاملة قوي، مش بعمل حاجة على طوب احمر وما قفلش لا، ده زي ما انتوا شايفين كده، زي اللي احنا بنفتتحها النهاردة، حاجة أنا آسف ما فيش حد بيعمل كده غير الحكومة. وشدد الرئيس السيسي على أهمية الرقمنة لتحقيق أهداف التنمية، مشيرا إلى أن استمرار النمو السكاني بمعدلاته الحالية يعرقل جهود التنمية. شوفوا وأنا بقول لكم الكلام ده وبيتسجل علي أمامي، أمامكم، أمام ربنا وللتاريخ، طول ما النمو السكاني اللي موجود في مصر بالمعدلات دي صدقوني لن نستطيع ولا اللي طيب لو احنا ما عندناش المعدلات ديت كان ممكن نبقى معدلات عملنا اكتر من كده؟ طبعا مفيش كلام. النهارده انت خلي بالكم كل 2 مليون بيزدادوا عايز تعمل لهم مدارس ومستشفيات وعايز تعمل لهم شغل فرص عمل وعايز وعايز. طب مين يقدر على كده؟ مين يقدر كدولة على كده؟ للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف السيد وليد طوغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير. سيد وليد أهلا بك إلى هذه النشرة، وبما أننا نتحدث عن الزيادة السكانية وهي النقطة التي تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشكل مفصل وتحدث أيضا عن تداعياتها، ما المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية لمعالجة هذا الملف؟ الحقيقة فيما يتعلق بالزيادة السكانية يعني يجب أن نطرح أول أن المسؤولية مسؤولية مجتمعية، المسؤولية مسؤولية متبادلة بين الدولة وبين المواطن. لا يمكن أن تثمر التنمية مهما كانت جهودها إذ لم يقابل مجهود الدولة التزامات من المواطن. ده مش في مسألة الزيادة السكانية فقط، ده مسألة التعديات، مسألة بناء على أرض الدولة، مسألة بناء على الأراضي الزراعية. يعني التنمية هي عملية متبادلة أو عملية
لها مسؤولية، الدولة لها عليها التزامات والمواطن لديه التزامات أيضا. فكرة أن المواطن أن الدولة تقوم بكل شيء، هذه الفكرة هي التي أوصلتنا خلال عهود يعني أما نحن فيه الآن. والسيادة الرئيس الحقيقة دايما بيتكلم على بيدي رسائل للمواطن المصري، الدولة تعمل سر ما تستطيع وفوق استطاعتها، وفي مشاريع عملاقة خلال 7 سنوات، أكبر مشروع من نوعه في المنطقة والشرق الأوسط في الكيان الاجتماعي، أكبر مشروع مشروع قومي الحقيقة للقضاء على العشوائيات. فهذه المشروعات على سبيل المثال كانت يعني مقرر لها أن تنفذ خلال 10 و20 و25 سنة، نفذتها الدولة خلال أقل من 4 سنوات، وبالتالي يبقى أو تبقى مسؤولية المواطن المجتمعية، وجود المواطن لمساعدة الدولة. حتى سيادة الرئيس ما معناه يا مصريين، المصريين ساعدوا في حاجات كثيرة، ساعدوا في منظومة في إحياء منظومة الاقتصاد وتغيير والإصلاح الاقتصادي، لكن يبقى هناك أمور لابد أن يعي المواطن أن عليه واجبات فيها، منها مسألة الزيادة السكانية. ولهذا أكد الرئيس السيسي أيضا على النقطة الخاصة بأهمية التوعية وأهمية رفع وعي المصريين. وهنا أسألك سيد وليد، ما أبرز الآليات أو المنصات التي تكون أكثر فعالية في الوصول لأهداف هذه الحملات التوعوية؟ الحقيقة الإعلام يقوم بدوره على أكمل وجه. الإعلام المصري عبر مراحل يعني عمل طفرات خلال 7 سنوات، لأن هناك حروب كثيرة لها الإعلام المصري، منها حروب الشائعات، منها حروب السوشيال ميديا، منها طبعا منها حروب الهاري زي ما احنا بنقول على مواقع التواصل وفي الأوساط. هناك من يتكلم بلا فهم، هناك من يتكلم بلا وعي حقيقي بطبيعة المشكلات التي تواجهها الدولة والتحديات التي استطاعت الحقيقة تخطيها أو التعامل معها. بالمناسبة أنا بقول رأيي شخصي أن الدولة لا تريد الحجر على أي رأي، هذا ليس صحيحا، لكن الدولة تريد الرأي الذي يساعد، الرأي الذي يفيد. ولذلك في مثال على هذا مشروع حياة كريمة، المواطن كان في المشاركة الأكبر في طرح ما هو محتاجه، طرح احتياجاته وطرح الأوضاع التي يتطلبها من خلال التحسين في مشروع حياة كريمة. وبالتالي الدولة في حاجة إلى رأي بناء. الدولة المصرية الآن تقوم بيعني مجهودات والعادة على كل المحاور أو في كل المستويات، يبقى الوعي، لأن المواطن وعي المواطن هو عامل أساسي من عوامل مساعدة المواطن في عملية التنمية. إذن أستاذ وليد طغان رئيس تحرير مجلة صباح الخير، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. تفقد الرئيس السيسي مشروع إسكان بديل للمناطق غير الأمنة بمدينة السادس من أكتوبر، كما تفقد السيد الرئيس خلال الجولة عددا من الوحدات السكنية واستمع إلى شرح حول الوحدات وما تتضمنه من خدمات للمواطنين. قال لواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم وضع خطة واضحة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مصر ضمن رؤية مصر 2030. وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن رؤية مصر 2030 تهدف للارتقاء بجودة حياة المصريين بكافة المناطق الجغرافية. جهود الدولة لتطوير المناطق الغير أمنة فنم، سيادتك أصدرت عدد كبير من المبادرات، ويمكن اللي بيعنينا النهاردة مبادرة سكن لكل المصريين. طبعا فنم عشان نحقق السكن اللائق ونحقق حتى حياة كريمة للناس اللي هتسكن، احنا فنم نفذنا مجموعة من الواجهات المعمارية عشان نعمل طابع معماري متميز للإسكان. بالإضافة فنم ان احنا عملنا تشطيبات فوق المتوسطة لساكني المناطق اللي احنا بنجهز فيها الاسكان. كمان يا فندم سيادتك امرت ان احنا
نجهز كمان المنازل والوحدات السكنية بالفرش الجديد، حتى اللي بيتنقل للمكان الجديد ده فنم يبقى فرشه جديد وسكنه جديد والمنطقة كلها تبقى جديدة، عشان يبقى حاسس انه عمل انتقالة في حياته. كمان فنم سيادتك في شهر 7 سيادتك اصدرنا او الدولة اصدرت منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة، ويمكن اللي يخصنا برضو فنم في الاشتراطات دي ومن اهمها ان احنا من خلال الاشتراطات دي بنقدر نحد من ظاهرة المزيد من المناطق الغير امنة. كمان يا فندم نحافظ على البنية التحتية للمنشآت بالكامل، سواء مرافق وصرف وكهرباء وغاز. كمان يا فندم بنعمل هوية بصرية للمنطقة الجديدة اللي احنا بننفذها من خلال الضوابط اللي تم تنفيذها. من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج أن الدولة المصرية أرست منذ عام 2014 مبادئ العدالة من خلال العديد من الإجراءات التي اتخذتها، ونوهت بالانتهاء من تأثيث أكثر من 20,000 وحدة سكنية. خلال الفترة اللي فاتت انتهينا من تأسيس إجمالي 20,572 وحدة في 8 مناطق. المرحلة الأولى والثانية والثالثة انتهينا من إجمالي 12,056 وحدة. الحقيقة احنا كمان المنطقة المرحلة الرابعة انتهينا من 8,000، فإجمالي هذه الوحدات هي 20,572. احنا بننسق مع السادة المحافظين علشان مواعيد التسكين وآليات التسكين أيضا. كنت سيادتك يا فندم وجهت في أثناء أحد الجولات ان احنا نصمم نموذج للغرف والتسكين بيتفق مع المساحة والحيز الموجود في الوحدات السكنية الجديدة، وبالفعل تم تصميم 3 نماذج عشان نقدر نرشد استخدام المكان نفسه، فنقدر ان احنا التجهيز يبقى بيشمل اكتر من وظيفة في آن واحد. تم استلام 3 نماذج وجاري استلام اخرين، بنعملهم بنفس التكلفة وبتشكيل لجنة علشان تستلم الجودة. الحاجة اللي بتبقى مش كويسة او ما بتتفقش مع المعايير الموضوعة بنرجعها تاني وبنستمع للسادة المواطنين فيها. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي نص البرقية قال رئيس مجلس النواب إن السيرة العطرة للنبي محمد منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى هي نموذج رائع ودرس يقدم للإنسان النموذج في كل مراحل حياته. وهنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف. وفي برقيته بهذه المناسبة قال رئيس الوزراء أنه يتم استقبال هذه المناسبة الجليلة بكل مشاعر البهجة، ويتم الأخذ من صاحبها الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة الخالدة في إرساء قيم الحق والعدل والدعوة إلى الأمن والسلام والخير للناس أجمعين. نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك وزير الخارجية سامح شكري عبر الفيديو كونفرنس في الاجتماع التنسيقي النصف سنوي الثالث للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية. أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الذي استهدف مسجدا بولاية قندهار الأفغانية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وأكدت مصر مجددا في بيان صادر عن وزارة الخارجية موقفها الثابت من ضرورة التصدي لظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف ومكافحة كافة أشكالها وصورها. أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، مشددا على أن السلطة القضائية عليها أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسبا من إجراءات. وشدد ميقاتي على أن ملف إطلاق النار في منطقة الطيونة بالعاصمة بيروت في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص. وجاء ذلك خلال اجتماع ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام القاضي غسان عويدات. وجرى خلال الاجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة.
بدأت الحياة تعود لطبيعتها في المناطق التي شهدت أعمال عنف دامية في العاصمة بيروت مؤخرا، وفتحت بعض المحال التجارية أبوابها بعد يوم من الإغلاق العام في جميع أنحاء البلاد، حدادا على ضحايا الذين سقطوا في إطلاق النار الكثيف بمنطقة طيونة وامتد لعين الرمانة والشياح جنوبي بيروت. وتنتشر قوات من الجيش اللبناني في أكمنة ثابتة على الطريق الرئيسية المؤدية للمناطق التي شهدت أعمال العنف، مدعومة بالمدرعات والآليات العسكرية، فيما تم إغلاق عدد من الشوارع الفرعية بالأسلاك الشائكة والحواجز الأمنية وسط إجراءات مشددة. أما في العراق فقد أعلنت سلطات اكتمال العد والفرز اليدوي في جميع المحطات الانتخابية، وكانت مفوضية الانتخابات قد أكدت أن نتائج العد والفرز اليدوي جاءت مطابقة مع النتائج الإلكترونية، مشيرة إلى أن هذا الأمر تم بوجود مراقبي الكيانات السياسية والمراقبين الدوليين. صوتت اللجنة الاستشارية بإدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالإجماع للتوصية بجرعة معززة من لقاح جونسون أند جونسون بعد ما لا يقل عن شهرين من حصول الإنسان على الجرعة الأولى. جاء قرار اللجنة بناء على نتائج المرحلة الثالثة من التجارب، والتي أظهرت أن جرعة معززة زادت الحماية إلى 94% ضد الحالات المتوسطة والحادة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة. سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في حالة الوفاة بسبب كورونا متخطية 1000 حالة لأول مرة. وقالت فرقة العمل الروسية المعنية بفيروس كورونا إنها سجلت نحو 1000 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، كما تم تسجيل عدد قياسي في الإصابات مع الإعلان عن أكثر من 33,200 حالة. أعلنت باكستان تخفيف القيود في جميع أنحاء البلاد على خلفية انخفاض عدد حالات الإصابة بالفيروس وحملات التطعيم المكثفة. وكانت السلطات الباكستانية رفعت القيود الإلزامية في الأسواق ليوم واحد أسبوعيا، وسمحت بإعادة فتح دور السينما للأشخاص المحصنين بالكامل. قامت نيوزيلندا احتفالا وطنيا لتشجيع مواطنيها على الحصول على لقاحات فيروس كورونا، وشارك موسيقيون ونجوم رياضة في الاحتفال، وانتهى بإعطاء عدد قياسي من اللقاحات. قال قائد الاستجابة لكوفيد 19 في ولاية فيكتوريا الأسترالية جيروين فايمر أن الولاية سجلت ما يقرب من 2000 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية، فيما توفي 7 أشخاص. وأضاف أيضا أن أكثر من 88% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما في فيكتوريا تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، و64% تلقوا جرعة مضاعفة من اللقاح. وإلى ملف التغير المناخي، حيث دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الجوع وأزمة المناخ. وقال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة فاو إن الجوع أثر على 811 مليون شخص في العام خلال العام الماضي. ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن وباء كورونا تسبب في تفاقم الوضع الغذائي العالمي، مما يعني أن 3 مليارات شخص لا يستطيعون تحمل تكلفة الحصول على الغذاء الصحي. تسببت فيضانات غزيرة تجتاح اليونان منذ يومين بإغلاق المدارس في منطقة أثينا، وألحقت أضرارا جسيمة في كل أنحاء البلاد. وتجتاح اليونان منذ الخميس عاصفة هي الثانية خلال أسبوع ضربت بشدة العاصمة أثينا وعددا من الجزر.
ومن الكوارث الطبيعية أيضا لقي 3 أشخاص مصرعهم في زلزال هز جزيرة بالي في إندونيسيا بقوة 4.8 درجات. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه لا توجد أضرار كبيرة في بقية أنحاء الجزيرة، حيث انتهت عمليات البحث، لكن السلطات تواصل مراقبة الوضع. أرسلت الصين 3 رواد إلى محطة فضاء، من بينهم أول رائدة فضاء صينية تزور المحطة، حيث يمكثون فيها 6 أشهر. وستكون هذه البعثة الثانية من 4 بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة، والمنتظر استكمالها بحلول نهاية العام المقبل. في سياق مشابه، تطلق إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا أحدث مهمة لها اليوم بهدف دراسة الصخور في مجموعة كويكبات بالقرب من كوكب المشترى. وعلى مدار 12 عاما المقبلة سوف تستكشف المهمة التي أطلق عليها اسم لوسي عددا من الكويكبات. ويأمل العلماء من خلال دراسة هذه الكويكبات عن قرب في معرفة المزيد عن كيف تشكلت كواكب مجموعتنا الشمسية. والآن وقفة مع أخبار الاقتصاد. وقعت مصر وقبرص مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص، يوفر ربطا مباشر لتبادل الكهرباء بين البلدين، ويهدف إلى إنشاء شبكة ربط قوية بين مصر وقبرص لتحسين أمن الإمداد بالطاقة، وإنشاء خطوط لنقل كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة المتجددة. لمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا هاتفيا دكتور فرج عبد الله، الباحث الاقتصادي. دكتور فرج، في البداية برحب بك معنا على شاشة إكسترا نيوز. مشروع قادم بين مصر وقبرص للربط الكهربائي بالتأكيد يحمل العديد من الأهداف وله الكثير من الأهمية. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. وحقيقة أمر الربط الكهربائي ما بين مصر ودول الجوار المختلفة يمكن كان ختامه به الربط المصري الأوروبي عن طريق اليونان. بنتكلم في أكثر من 1.8 مليار دولار حجم الاستثمارات المتوقعة من خطوط الربط ما بين مصر وما بين القارة الأوروبية. خلينا نقول بشكل عام هو القارة الأوروبية وليست اليونان فقط، يعني خصوصا أنه عمليات الربط الكهربائي بالتحديد يعني نابعة من فكرة أو من استراتيجية مصر لتحويلها لمركز للطاقة مش بس الغاز أو النفط. ويمكن شهدنا خلال السنوات اللي فاتت الثلاثة أو ال4 سنوات بالتحديد اللي فاتوا أن مصر بذلت جهد كبير جدا في استقطاب كبرى الشركات الدولية في بناء يعني عدد من المحطات توليد الكهرباء المعتمدة على الطاقة المتجددة. يمكن بنتكلم في أكثر من 50,000 ميجاوات، يعني بتحقق تقريبا فائض تقريبا 100% فوق استخدام المصري. ده يدي فرصه لتعزيز الصادرات المصريه من الطاقه، ويجنب كمان الصناعات اللي الدوله المصريه يعني قادمه على تدشينها في المناطق الاقتصاديه في مصر بشكل كبير، يجنبها اي يعني ذبذبات في اسعار الطاقه التقليديه. ويمكن احنا مؤخرا بصدد يعني مشكله عالميه في امدادات الغاز لبعض الدول وحجب الانتاج من بعض الدول، خلى اسواق زي اسواق اوروبيه تهتز بشكل قوي وقت قصير. فرصه الربط الكهربائي ما بين مصر وما بين الدول القديمه اللي هي موجوده بالفعل وما بين دول جديده زي الاتحاد الاوروبي هيعزز من دور مصر في المنطقه، الى جانب طبعا هيمد يعني هيدي فرصة كبيرة لتدفق رؤوس أموال أوروبية إلى بالضبط. هذا ما كنت سأسأل حضرتك عنه بالتفصيل، العائد الاقتصادي والنفع الاقتصادي من هذه المشاريع ومن فكرة ربط مصر بدول الجوار كهربائيا. نعم، احنا بنتكلم في حوالي أكثر من
مليار و300 يعني مليار و300 مليون دولار. ده حجم الصادرات المتوقعة جراء استكمال الربط ما بين مصر وما بين أوروبا. إذن أن هناك عملية الربط كمان مش بس عملية تصدير، إن أنا بصدر الفائض اللي عندي. أنا ممكن يكون عندنا فوائد في دول جوار زي الربط اللي حصل ما بين مصر أو اللي جاري ما بين مصر وما بين دول الخليج، إنه يبقى في فائض عندهم في أوقات معينة يتم ضخه أو نقله عن طريق الشبكات المصرية، ومن الشبكات المصرية يتم نقله لدول تانية يكون عندها عجز في التوقيت ده. ويمكن الطاقة الكهربائية بالتحديد فرق التوقيتات واستخدام الضغوط ما بين الشبكات ما بين الدول المختلفة بيختلف من وقت للتاني. بمعنى بسيط أنه ممكن يكون دلوقتي في الوقت الحالي وقت ذروة في مصر فبتستهلك، وقت تاني يكون في دولة تانية عندها فائض، فبيبدأ أنه هو يتوزع تتوزع الأحمال على الشبكات الدولية بالشكل ده. يدي ميزة للشبكات الضخمة اللي بتمر من مصر، ومصر بتقدر أن هي تحكم بشكل كبير فيها، أنه يكون لها دور قوي جدا في حجم الاقتصادات المحيطة. بمعنى أنه ممكن نقول بعد 3 سنين من الوقت من الوقت الحالي كم في المية من الصناعات الأوروبية الثقيلة اللي بتعتمد على الطاقة وبتعتمد على الغاز هتتحول من استخدام الغاز الروسي أو أي غاز من دول العالم إلى الطاقة المصرية أو الطاقة النظيفة المصرية اللي جاية لها عن طريق الخطوط. وهذا وارد خلال السنوات القادمة يا دكتور؟ نعم، هنلاقي طبعا أنه في تحول بشكل كبير جدا الصناعات الكبيرة، لأن أوروبا طبعا زي ما احنا عارفين والعالم كله بيتحول نحو الطاقة الجديدة والنظيفة. صحيح. وبالتالي ده بعد هيؤدي إلى أن الطاقة هتتحول بشكل كبير جدا، أو الاقتصاد الأوروبي يتحول بالاعتماد على الطاقة النظيفة، إلى جانب طبعا أنه الطاقة الكهربائية وخطوط الإمداد بتتمتع بميزة الاستمرارية، يعني بيبقى مستمر بشكل دائم، ما بيتعرضش ليه فترات معينة أنه يحصل فيها ذبذبات قوية زي زي سوق الغاز أو سوق النفط أو غيره من من مصادر الطاقة اللي ممكن العوامل البيئية حتى الطبيعية مش بس لو أزمة كورونا أو غيره أدت إلى يعني عدم وصول الحاويات أو غيره من طرق الإمداد. أنا بشكر حضرتك يعني شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله الباحث الاقتصادي على هذا التوضيح وهذه المداخلة، شكرا لحضرتك. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية دكتور هالة السعيد أن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحقيق وتوطين أهداف التنمية المستدامة. وخلال كلمتها أمام منظمة الرؤساء التنفيذيين أوضحت السعيد أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يجهز الاقتصاد المصري لمرحلة ما بعد الجائحة، مضيفة أن التحول للاقتصاد الأخضر أصبح على قائمة أولويات الحكومة، ومنوهة بأن مصر تمتلك نظام ريادة الأعمال الأسرع نموا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة إعفاء القرى من تراخيص البناء واقتصار سريانها على المدن فقط. وأشار المركز إلى أن وزارة التنمية المحلية أكدت على استمرار استخراج تراخيص البناء بالقرى والنجوع والعزب والكفور بشكل طبيعي، والتي تخضع لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة وفقا لقانون البناء الموحد لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بينما تطبق منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة في المدن فقط. وأكدت الوزارة أنه لا يجوز البناء نهائيا دون تراخيص سواء في القرى أو المدن. قالت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الجناح المصري المشارك بفعاليات أكسبو 2020 دبي شهد منذ افتتاح المعرض إقبالا كبيرا، مشيرة إلى أن عدد زوار الجناح تخطى حتى الآن 80 ألف زائر من مختلف دول العالم. وقالت الوزيرة أن هذا الإقبال يعكس المجهود الهائل المبذول في الجناح من تصميم وابتكار واستعراض للحضارة المصرية من خلال محتوى جذاب ومبهر، فضلا عن المعروضات الأثرية بالجناح، لافتة إلى أنه الجناح المصري يستعرض كافة التطورات التي تشهدها مصر حاليا في كافة المجالات، وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية.
هذا واختتمت فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته الثالثة بمركز مصر للمعارض الدولية، والذي أطلقته وزارة الصناعة والتجارة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 1500 عارض، هذا بالإضافة إلى مشاركة بعض الدول العربية. المزيد في سياق هذا التقرير. طالما لقبت أم الدنيا الشقيقة الكبرى، فعلى هذه المساحة امتزجت الهوية المصرية بمنتجاتها التراثية بجانب منتجات يدوية لدول السودان والإمارات والأردن، لتحتضن القاهرة بذلك الحدث الأكبر جامعا 1500 عارض بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية. معرض بيوفر لنا مكان لتسويق منتجاتنا، ونقدر نطور من منتجاتنا ونعرضها بشكل كويس للجمهور. يعني المعرض هي عبارة عن تبادل ثقافات. احنا بنعرض منتجات اللي هي زي ما تشايف حضرتك الألبسة، اللي هي بتعبر عن التراث الأردني واللبس الأردني. هذه المعروضات الفنية الغنية بدقتها وخامتها قدمتها النسخة الثالثة لمعرض تراثنا الذي استمر 6 أيام، وأثبت نجاحه عاما بعد الآخر على مستوى العارضين والزوار. على الرغم من أنا ممكن أكون مكان سكني بعيد شوية عن مكان أرض المعارض، لكن حسيت أن أنا عايزة أجي أشوف المشغولات والمصنوعات اليدوية، الأماكن اللي بتكون إحنا بنسميها إيه، كنوز، وبتكون مستخبية عننا إحنا، مثلا عن السوشيال شوية، عن المحلات العادية شوية. النهاردة جيت المعرض عشان طبعا أتفرج على منتجات المصرية الهيلة، وسمعت طبعا المعرض وشفت كتير إعلانات والميديا مغطية وشفت صور كتير لي، بس النهاردة بقى الجمعة يعني الويكند، فقلت ألحق آخر يوم أجي أتفرج وأشتري طبعا وأشجع المنتج المصري الهائل. ولأول مرة يضم المعرض جناحا لمنتجات مبادرة حياة كريمة ليحقق هدف المبادرة في توفير فرص عمل والتسويق لمنتجات هذه الأسر. وإحنا داخلين أصلا تبع مبادرة سيادة الرئيس اللي هي حياة كريمة، استفدنا منها جدا، استفدنا منها في القرية بتاعتنا، بحيث ان احنا حصل عندنا مشروعات، يعني جت عندنا مشروعات كتيرة. كمان المبادرة اتاحت لينا فرصة ان احنا نيجي نعرض منتجاتنا في جناح حياة كريمة هنا. لم يعد معرض تراثنا مجرد فرصة تسويقية لصغار المنتجين المصريين، فدعم القيادة السياسية له أسهم في فتح أسواق خارجية للتبادل التجاري والثقافي، ليتحول بذلك إلى أكبر معرض إقليمي ينتظره الكثيرون كل عام. تحتل مصر المركز الأول أفريقيا في إنتاج الحديد والصلب والمركز 21 على مستوى العالم. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن إجمالي الإنتاج المصري من الصلب وصل إلى 7,800,000 طن متري عام 2019، مشيرا إلى أن مصر تمثل 22% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بالقارة. أما الآن فإلى أخبار الرياضة. تتواصل فعاليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية تحت رعاية الرئيس السيسي، والتي تقام حتى 18 أكتوبر الجاري على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. يشارك في البطولة 350 راميا ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية. منافسات قوية تشهدها بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية التي تقام على ملاعب رماية مدينة مصر للألعاب الأولمبية. 350 رام ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية يتنافسون من خلال 3 مسابقات تشملها البطولة، أولها مسابقة الجائزة الكبرى والتي حصل فيها رماة المصريون والمصريات على 9 ميداليات متنوعة، ثم مسابقة أبطال إفريقيا،
ثم مسابقة العالم التي تختتم بها فعاليات البطولة في 18 من الشهر الجاري. استضافت مصر بطولة العالم للرماية، يؤكد ريادتها في تنظيم المسابقات الرياضية العالمية، لا سيما وهي تقام على أكبر ميدان للرماية في العالم بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، التي تعد إحدى أكبر المنشآت الرياضية في أفريقيا والشرق الأوسط، ويعكس أيضاً الطفرة في تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية، لا سيما مع توفير عوامل الأمن والسلامة الصحية في ظل ظروف جائحة كورونا، مما كان له الأثر الإيجابي في جعل مصر هدفاً للاتحادات الدولية في تنظيم البطولات والأحداث العالمية. يلتقي فريق الأهلي مع مضيفه الحرس الوطني بطل النيجر اليوم في ذهاب دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في بداية مشواره للحفاظ على لقب البطولة الأفريقية للمرة الثالثة على التوالي والحادية عشر في تاريخه، وذلك قبل خوض لقاء العودة في القاهرة. وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة على حساب فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي. يستهل الترجي التونسي مشواره في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا الأحد بمواجهة الاتحاد الليبي في دوري 32 للبطولة، وتقام مباراة ذهاب في ملعب الشهداء بمدينة بنغازي، على أن تقام مباراة العودة في تونس. وكانت القرعة أبعدت الترجي عن اللعب في الدور الأول من دوري أبطال أفريقيا. قاد الدولي المصري محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على واتفورد بخماسية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وسجل الفرعون المصري هدفا وصنع آخر ليعادل الرقم التاريخي للفيل الإيفواري ديدييه دروغبا ب 104 أهداف في صدارة الهدافين الأفارقة في تاريخ الدوري الإنجليزي. أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالات المرور والتموين والكهرباء والمصنفات والأثار والأموال العامة والضرائب، وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا،
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6393 قضية تموينية متنوعة، وضبط 2183 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 12784 أرجيلة، إضافة إلى غلق 8868 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 67413 شخصاً لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9233 قضية تموينية متنوعة، من بينها 174 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 11398 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 159,945 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9031 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 4089 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 247,402 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 36,904 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم رفع 289 سيارة و70 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 905 قضية ومخالفة، أبرزه حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 72,231 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 64,345,341 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 276 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 165 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها 376 وحدة وأجهزة إلكترونية مختلفة. كما تم ضبط 111 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 297,503 كتب مقلدة ومنسوخة ومطبوعات تجارية وغذائية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ودون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 45 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 211,260,848 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2060 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 3,294,589,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6,363,188 جنيها. وبهذا تكون انتهت النشرة الثالثة، وهذا تذكير بأهم عناوينها.
الرئيس السيسي يدعو للتكاتف من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية ووقف التعديات والبناء غير المخطط. الحكومة اللبنانية تبحث أحداث العنف ببيروت وتؤكد حرصها على عدم التدخل في أعمال القضاء. والعراق يعلن اكتمال العد والفرز اليدوي في الانتخابات البرلمانية بجميع المحافظات. للمزيد من الأخبار يمكنكم دوما متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، ويمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. قدمنا لكم هذه النشرة زميلة آية لطفي، وأنا إنجي طاهر. دمتم في أمان الله.